خلاص انا خلاص وصلت دقيقة هكون قدام. ده اللي بيحصل كل يوم مع مصريين. عشان كده النهاردة نزلنا سألنا الناس متأخر على ميعادك قد ايه وايه اكتر وقت اتأخرت فيه على ميعادك، والحركة اللي كلنا بنعملها تبقى في البيت وتقول اللي انت خلاص في الطريق او كمان وصلت عملتها قد ايه. يلا بينا نشوف الناس هتقول ايه. انت متاخر ولا مش متاخر؟ انا ماشي في مواعيدي كويس. لا مش ورايا ميعاد. اه انا متاخره. اه انا لسه مخلص شغلي دلوقتي. اه لا لا حاليا لا كده. لا ده كده مروح بدري. اخر مره بقى اتاخرت كانت امتى؟ يوم الجمعه اللي فاتت النهارده الصبح. لا جاي بدري تلت ساعه. تلت ساعه؟ لا انا راجل ملتزم. اول امبارح اتاخرت قد ايه؟ ممكن نص ساعه 10 دقايق. المفروض ان انا اخرج 3 ونص فاخرت 10 دقايق. اتاخرت 3 ساعات. قول لي بس اتاخر قد ايه؟ ساعه والله حسب الحبايه اللي واخدها. ساعه 4 ساعات 5 ساعات. اتأخرت ساعة. تلت ساعة. نص ساعة. نص ساعة بسبب الزحمة. نمت وصحيت ونمت تاني، بعديها روحت الحمام، بعديها البست، بعديها نزلت، بعديها مشوار بقى قبل ما اروح بقى وكده. بقول الصراحة هكدب ليه يعني؟ اه هكدب ليه يعني؟ اكتر معاد كنت عامل دماغ بالتلازين قعدت لغاية الصبح. كان صحابي مستنيين تحت البيت فلقيت فيلم شغال على التلفزيون حلو الصراحة قعدت اتفرج. عشان المترو ومواصلات وكده. صحيتي متأخر. تأخير عندنا هنا حاجة من الاتنين، يا إما أنت صحيت متأخر أو راحت فات عليك الميعاد، يا إما إن الطريق ذات نفسه أخرك. إيه عملتي مرة الحركة اللطيفة اللي إحنا كلنا بنعملها اللي هو نبقى في البيت ونقول إن إحنا في الطريق؟ لا كتير. ده أنا بعملها بس مع عيلتي بقى. يعني عيلتي مثلا يقول أنت فين ربع ساعة وجاي لك. أنت بتبقى فين؟ بكون لسه نازل من البيت تقريبا. هو الميعاد الساعة 9. قلت له ما تخافش وبتاع، صحيت الساعة 10. قلت له انا خلاص في اكتوبر. عقبال ما لبست بقى ونزلت وبتاع وصلت له الساعه 2 لحد روح بيتهم، وبعد كده قال لي لما تقرب من المكان اللي احنا هنتقابل فيه كلمني وانا هنزل. بتقول لي انت فين؟ انا عارفه اساسا انها بتتاخر، فقلت لها انا في الشارع وانا في البيت اساسا. استنيتك قد ايه؟ هي ما استنتنيش الحاجه، كانت بتكذب برضه. اقول له خلاص انا عندك هو انا لسه هركب. ممكن يكون مثلا راح لواحد صاحبي مثلا يقول لي انت فين، اقول له انا تحت بيتك خلاص في التاكسي جاي وانا لسه ما كنتش نزلت من البيت. على طول دي بنعملها اللي هو 5 دقايق وابقى عندك. بقعد اقول بقى ايوه ده انا بلبس اهو ونازله وبجري والدنيا زحمه وواقفه وكل حاجه. ما احنا ما بنبقاش صادقين في محور المواعيد ده. بقى لنا ربع ساعه. ربع ساعه بس يعني مفيش حاجه. لا ما هو برضه امتحان يعني. امتحان؟ يجروا على فكرة عشان الامتحان ده. بجد والله احنا لما هنا باي باي.